أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن AEW Dynamite اللي كان عرض جميل جدا. شفنا أحداث كثيرة وبناء كامل لفوربيدن دور، ضافوا كذا مباراة وحتى كولجن. عندنا كارت كامل لحلقة الأولى. بداية نشوف بيبي ضد MJF في مباراة إليمينيتر، يعني لو آدم كول فاز بيأخذ فرصة على اللقب. تخاشموا الحبايب والجمهور متحمس. بعد سيجمنت الأسبوع الماضي أنا ما جذبني كثير، بس آدم كول يقدر يعدل أموره، خصوصا بعد عداوته ويا جيريكو والمباراة التعبانة اللي شفناها في دبل أور ناثينغ. أتمنى يقدم مستوى أحسن اليوم. نقول مبروك لـ MJF يلعب في داينومايت أخيرا. زين بيشتغل. نفس ما قلت في فيديو الأخير، ما عندنا غير مبارتين في فوربيدن دور، يعني لازم تبني لأنه باقي لك كم 11 يوم نرجع وماكس ماسك زمام الأمور ويعمل حركة شون مايكلز. يعني تبغى تروح NXT مثلا، بتقدم عداوة مع من؟ كوينسي ياكل سوبر كيك وينزف الولد. هني تمنيت يعني نجم من نيو جابان يتدخل، نشوف مباراة ثلاثية في عرض الشهري. إذا ما في حد لازم صاحب بريت بيكر يفوز، عاد لو خسر خلاص كل اللي سويته في أسابيع الماضية بيروح الفاضي. تشوف الحكم يسولف مع الحبيب وأنا خفت يكون عنده إصابة أو شيء. نومه على الطاولة ومن فوق الجبال يعمل الإلبو دروب ويكسر تكسير جيز مان. الحبيب شغل الماكينة مرة واحدة، يعني دخله في الحكم وام جي ماسك اللقب بس بيشغل مخه. فر لآدم كول وهو نايم نفس إيدي جريرو صح، بس الحكم دايخ كان يهاجمه فيه. تشوف البوم ويعمل كيك اوت. الجمهور والمشاهدين صدقوا اخيرا ان الحبيب بيفوز، بس لا، عندنا دراما يا شباب. لبس الخاتم والحكم مسكه. تشوف البنما سان رايز يثبت الولد وينتهي المباراة على عد 2. شفتوا؟ بسبب الوقت ما قدر يتغلب على البطل، وحبيت الفينش كثير، حتى المباراة جميلة جدا، وقال له زيد 5 دقائق، بس ماكس رفض. والقصة حلوة لأن بنيت متحدي جديد يقدر يواجهه بعدين، ونفس الشيء تحمي البطل عشان ما يخسر على الفاضي. وحسيت المباراة هذه كانها في عرض شهري يا شباب. الاثنين بدعوا، وحتى الآن ما نعرف من بينافس ماكس على لقب العالمي في فوربيدن دور، بنرجع له بعدين. فيديو باكج لسي ام بانك يقول رجعت لنفس السبب اللي انضميت فيه للاتحاد، عندي أمور ما خلصتها وعندي كلام كثير راح أتكلم عنه. ها يعني بيعمل برومو، خلها في بداية العرض، ولازم يعتذر يا توني خان. سامي جوفارا يقول أنا مريت بأمور كثيرة، زوجتي حامل وبنجيب بنت. أنت ما بتجيب البنت حبيبي، لا زوجتك اللي بتجيب البنت. أول شيء مبروك، عاد أنا قلت لو كان ولد عادي يتشقلب ويسوي نفس حركاتك. يقول ما عندي صبر أكون أبو، وكنت قريب جدا أفوز بلقب العالمي، والآن عندي قرار صعب. وقبل ما يكمل تشوف داربي آلن يبارك له على البيبي، بس قال شيء مهم جدا، بعد دبل أور ناثينغ أنت ما تسمع الجمهور قاموا يحبونك ونصهم عملوا بوز. حبيب ما يتهنى بشيء، بتوقف بنفسك ولا بتخدم فريق جيريكو؟ مو لازم تجاوب الآن، بس فكر صح. بتشوف جيريكو موجود لابس كعب حلو، شكله شاف سيث رولينز قبل العرض. يقول له 3 أشهر وانت تنافس على لقب العالمي ما اتصلت فيني، لان لو كنت معاك كنت بتفوز باللقب. صبر ليش اتصل فيك يعني؟ وانت نفس الشيء، لو انا كنت معاك كان ما خسرت ضد آدم كول مرتين. لا انت اصغر ولازم تعتذر الان. لا انا ما اعتذر لحد، اسمعني انا الزعيم ولازم تعرف مكانك. خلينا نكون تاك تيمز ونشتغل مع بعض. داربي قال لا الولد ما يحتاجك لان مستواك خايس. طاف الصميم. كانوا بيتضاربون بس نشوف ستينج. وفي شيء، في حد سأل جيريكو في تويتر لو بيلعب مباراة ضد ستينج، وجيريكو قال مستحيل. شكله توني خان عرف بالموضوع وقال له غصب، مو بعكيفك بتلعب ضده، بس أتمنى يكون تاك تيمز ومش مباراة فردية أرجوكم. شوف الاثنين معاهم عصا البيسبول، يعني تيز صغير بالقادم. وسامي جوفارا مع كل احترامي لك قاعد تحاول تكون بيبي فيس، وأنا ما أدري يمكن ينجح في الدور. يعني هو موهوب في الحلبة، عنده عيب واحد انه مخه صغير، يسوي مشاكل ورا الكواليس، ما يعرف يتعامل مع الناس، مش في صالح الولد. سنادة حامل لقب الاي دبليو جي بي للوزن الثقيل يقول بعمل اوبن تشالنج في عرض فوربيدن دور لاي نجم موجود في روستر AEW. اوه يوم شفت الفيديو عاد تمنيت كاتسيوري شباتا يلعب ضده، بس واحد ثاني قبل التحدي بنرجع له بعدين. والان مباراة رباعية، داربي ستينج كيث لي وكاسيدي ضد الامباسي سويرف كيج ليونا وبيشوب كان. اول شيء نعيم من الحب، باقي تقص شعرك بس
وصبغة مرة واحدة. شكلك أفضل مرتب. والمباراة كانت سريعة جدا. الشايب متحمس. براين كيج لابس على ستايل ستينج وشكله خايس صراحة. الفريق كامل خذوا دورهم مع داربي المسكين، وعاجبني صراحة. نعم في آخر كم أسبوع قمنا نشوفهم في مباريات، صح ما يفوزون بس يبرزون أعمارهم، وهالشيء مهم جدا. أربعتهم دمروا بابن ويل مسكين بالدبل ستومب، بس بالنهاية ستينج انتقم ويثبت براين كيج. مسكين الولد بعد ما جدد مع الاتحاد قام يخسر في كل مباراة. داني غارسيا كان يتابع من وراء الكواليس، يعني يمكن يلعب ضد داربي؟ حلوة بتكون. رني تسأل عيال غان، تقول شو علاقتكم مع جاي وايت؟ قالوا ما في لا علاقات ولا شيء، نحن ناس طيبين وأفضل أخوين في الاتحاد. عندنا الهارديز بس خلاص انتهوا هذيلاك. إيه وأنا أتفق معاهم نعم، بس قبل ما نمشي رني، التسريحة خايسة. ليش هاجموها بالطريقة هذه؟ أنا ما أدري. عادل ما تكلموا عن بوليت كلاب جولد، بس عندي إحساس شعور في كولجن بنشوفهم موجودين، والنهاية كنت بيظهر وبيهاجم سي ام بانك. يمكن نشوف مباراة تاك تيمز بس ما أتمناها أبدا، خليها وان اون وان فردية كنت ضد بانك عشان نستمتع فيها، نطالب فيها من زمان يا شباب. جي تي اس فرسس جي تي اس، وأنا متحمس ليوم السبت. جيك هيجر ضد ووردلو، ما أدري من مهتم. بعد ما فاز على كريستيان قلنا أوكي الشغل تمام، حلو، اسم كبير. والآن نرجع لنفس الموضوع، جاك سواغر أو جيك هيجر يقدم مباراة واحدة في الشهر وما حد يعرفه، يعني يعرفون كابا بس. تشوف دادي ماجيك وصاحبه منارد قدام آرن أندرسون، والحبيب طلع سلاحه كان عود زين. تشوف ولده بروك موجود، ووردلي يفوز بالباور بوم سيمفوني. مباراة عادية جدا، وبغينا حد من نيو جاباني نفسه عشان نتحمس نشوف شيء مستوى. بس شو نقول؟ بعد المباراة كريستيان كيج ولوتشا سوريس ظهروا على الشاشة، قاموا يسولفون بس ما تسمع شيء. مهندس الصوت مع الأسف نايم. سمعناه بالأخير يقول للديناصور هذا لوتشا سوريس بيتحداك في كولجن على لقب تي ان تي أو قبل التحدي، بس كيف بيكون شعورك يوم أبوك الثاني يتدمر قدامك وتشوف الحبيب قاعد متدوخ ودم في كل مكان؟ شفتوا يا شباب، أنا متأكد يوم عض الديناصور اتسمم. إيه عندهم مواد تعبانة في جسمهم. المهم الأسطورة هيروشي تاناهاشي يتحدى ام جي اف على لقب العالم يا شباب في فوربيدن دور، يعني آدم كول بيتابع من البيت. بس أم حلوة بالعكس، أنا أشوف الفردية أحسن بمراحل، وتاناهاشي حرام تسوي عرض وما يكون موجود فيه. غير هذا آدم كول بعد الإصابة شفنا يقدم مباريات بس مستواه تعبان، وماكس يعني قول اللي تبي عن الولد، يقدم بروموهات ما يصارع ما أدري إيش، بس كمستوى في الحلبة يبدع مع أي نجم كان. طلع منه شيء حلو في بداية العرض، فأنا متحمس لتاناهاشي وآدم كول وتقدر تبني لي أول إن. رني تخبر ماكس بالموضوع والحبيب يرفض، يقول من هذا تاناهاشي؟ اتحاد انديزي نيو جابان يبون ينافسوني. يقول توني خان انت ذليت نبوي. مباراة ورا الثانية، وإذا ما شفني في عرض الشهري ترى عادي، سويتها قبل وما ظهرت المباراة بصراحة. نعم بس رسميا بنشوفها في فوربيدن دور. زاك سيبر جونيور واقف مع أورنج كاسيدي يقول حاب أكون حامل لقبين، يعني داني غارسيا ظهر يقول لصاحبه كاتسيوري شباتا وينه؟ ترى دور على لقب البيور. قال له شوف شباتا مو موجود بس بيظهر الأسبوع القادم، شو رايكم نلعب مباراة تاك تيمز انتو الاثنين ضدنا نحن في داينومايت؟ هذه حلوة. وزاك سيبر ناس ما قلت بيقدم مستوى خرافي مع كاسيدي. توني ستورم ضد سكاي بلو، شافت أمها قاعدة بين الجمهور وترشها ببخاخ أخضر، بعدين سكاي بلو في نص المباراة عندها بخاخ أزرق وفي تدخلات، وتوني فازت بالأخير. هاجموها بعد المباراة وتشوف ويلو نايتنجيل، ايه هذا الصح اللي نبي نشوفه، تنقذ البنت، يعني عندها منافسة على لقب السيدات، ما ادري اذا بيكون على اللقب، بس ويلو عندها لقب من نيو جابان، فالثنتين هذول عادي يقدمون مستوى جميل، لان قالوا ما في نجمات من ستاردوم بيكونون في العرض، اعتقد في نفس اليوم عندهم عرض ثاني في يابان، بس التوليفة هذه عجبتني. جنجل بوي هوك تشوفهم ورا الكواليس وفتى الادغال يقول احس اني مفصخ، عاد يوم قال مفصخ انا متاكد البنات راحوا فيها. المهم قبل تحدي سنادة وبنشوفهم في فوربيدن دور. نعم يعني شباتة ما بيقبل التحدي، بس اتوقع المباراة هذه جنجل بوي وسنادة عادي تكون من اجمل مباريات العرض. هل اثنين اذا ما شفتوا مستواهم، خل عنكم جنجل بوي، سنادة مستواه في الحلبة جميل جدا. جوس روبنسون وجاي وايت يقولون اول مين ايفنت كوليجن لازم نكون فيه. ايه شو عبالكم وانت FTR ما حصلتوا غير سي ام بانك؟ نحن عندنا سموه جو، يعني مالكم امل. والثاني هذاك بانك بس يلعب في الانستغرام
وياخذ كلبه في كل مكان، واذا صاحبه موجود كله يلبس كمامه اخاف يعضنا، وانا لحمي مش متبل. بنشوفكم يوم السبت. انا زدت بهارات شوي في البرومو هذا، بس يا شباب نفس ما قلت لكم في نهايه العرض كنت بيتدخل، وبنشوف مباراه فرديه بينه وبين بانك او يمكن تاك تينز، بس انا اتمنى فرديه. وغير هذا ضافوا مباريات في العرض بقوله في نهايه الفيديو. نعم المين ايفنت هانجمان بيج واليونج بوكس ضد البي سي سي، حتى ابو برهوم موجود مع المعلقين. مباراة من أجمل ما يكون، وأنا فاهم الدارك أوردر يبكون الحبايب، نعم يقولون هانجمان بيج دافعنا عنه كنا فريق، والآن شوف أنا ما لومه. نعم الفريق هذا قصدي الدارك أوردر المفروض ينحلون بعد ما شفنا ثلاث أرباع النجوم كلهم طلعوا من الاتحاد. والمباراة هني يوم تشوف مستواهم تعرف الإبداع. غير هذا ويلر يوتا يا أخي متحسن بشكل كبير، يا عمي فرق السماء والأرض من أيامه مع البيست فريندز. والولد ما لاحظ ابدا لانه ثبتوه مره ثانيه مع البوكشات ليريت، ما كان في بوتشات إيه. يمكن نشوفه في كولجن، بس هني ضبطها الحبيب. المهم كلاوديا هاجمهم وايدي كينغستون يرجع مره ثانيه وينقذ الحبايب، يعني تشوف موكسلي يناظر فيه. اليونج بوكس كانوا بيهاجمونك، بس ايدي قال لا هذا صاحبي بتفاهم معاه، وتشوف تاكشتا يهاجمهم من ورا. الخاين دون كالس يخرب كل شيء. واخيرا واحد نقول له وينك صار لك اسبوعين ثلاثه، كيني اوميجا يظهر هم يساعدهم، يبغي ينتقم وجهز نفسه. ومره واحده تشوف ويل اوسبري يغسله بدون لوكس يا شباب، بعد المكالمه اللي صارت كانت عنيفه جدا بين الاثنين، وانا عندي اياها كامله يا شباب بتشوفونها في الايكون فوق، تابعوا بعد الفيديو. يعني جنون في نهايه العرض يا عمي، ابو برهوم يصفق وأوسبري مكمل الحبيب، هاجمه أكثر من مرة. يعني بعد ما خلصوا من دومينيون تشوف النجوم كلهم موجودين. قمنا نشوف أهم عناصر العرضين في عروض الأسبوعية، بناخذها حبة حبة. باللي صار في النهاية إيدي كينغستون موجود وهاجم كلاوديو، بعدين يشوف موكسلي يقول له هذا صاحبي وكذا، يعني بيلعب في فوربيدن دور يا فردية أو تاك تيمز. كيني أوميجا هاجم تاكشتا، بمعنى راح يلعب ضد أوسبري وبعدين ضد تاكشتا، هم جميلة. بشكل عام كنت أطالب ببناء لعرض الشهري، وحلقة اليوم بنوا أكثر من شيء، يعني حسيته كثير، كدسوه في حلقة واحدة، بس الوقت محدود بعد شو بتقول. وعجبني معظم الأمور من آدم كول المسكين، سحبوا عليه بشكل مش تماما، بس يمكن نشوف مباراة نفس ما قلت في أولن. ووردلو مع لوتشا سورس هم لا بأس، والنهاية مع ويل أوسبري فاجأت الكل. في كوليجن بنشوف أندرادي ضد بادي ماثيوز، ويلو مع سكاي بلو ضد توني ستورم وروبي سوهو، ميرو في مباراة فردية، ووردلو ضد لوتشا سورس على لقب تي ان تي، وطبعا سي ام بانك مع اف تي ار ضد جاي وايت جوس روبنسون وسامو جو. في فوربيدن دور حتى الآن عندنا أوسبري ضد كيني أوميجا على لقب أمريكا، براين دانيلسون ضد كازوتشيكا أوكادا، سنادا ضد جنجل بوي على لقب الاي دبليو جي بي العالمي، وام جي اف ضد الايس هيروشي تاناهاشي على لقب العالمي في اي اي دبليو. شكرا لكم جزيلا على المتابعه والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما ابدا بينكم 1